تهمة التعاون مع تنظيم الدولة في العراق باتت عبئا يضاف إلى قائمة الأعباء الكبيرة التي يواجهها النازحون المشردون المنتشرون في أصقاع العراق عضو مجلس محافظة الأنبار أركان الترموز كشف عن رفض القوات الحكومية عودة قرابة ألف عائلة تعيش أوضاعا صعبة في مخيم كيلو 18 غرب مدينة الرمادي إلى مناطقهم بذريعة الانتماء أو الصلة بتنظيم الدولة ناهيك عن تعقد عودة هؤلاء بسبب طلب موافقة مختار المنطقة التي يريد النازحون التوجه إليها إضافة إلى تزكية من قبل 15 شخصاً على الأقل. الترموز بين كذلك أن ظروف هذه العائلات تزداد سوءاً في المخيم بسبب الأمطار وانخفاض درجات الحرارة وافتقار المخيم إلى أبسط متطلبات حياة البشر. منظمة هيومان رايتس ووتش تحدثت مؤخرا عن منع عودة النازحين بتهمة الانتماء للتنظيم، وذكرت في تقرير لها أن السلطات الحكومية أجبرت أكثر من 235 أسرة على النزوح إلى مخيمات في محافظة التأميم للإشتباه بقرابتهم بأفراد في تنظيم الدولة. المنظمة الحقوقية نخلت عن مسؤولين وعاملين في إدارة المخيمات. وثلاث منظمات دولية تأكيدهم أنه في أوائل شهر كانون الثاني عام 2018 أجبرت السلطات معظم تلك الأسر على النزوح إلى مخيم داقوق في كركوك بينما نقل عدد أقل منهم إلى مخيمين آخرين في المنطقة هذه المبررات الحكومية في منع عودة النازحين وصفتها المنظمة على لسان نائبة قسم الشرق الأوسط لما فقيه بالادعاءات وقالت فقيه كيف يمكن للسلطات الحكوميه الادعاء بانها تدعم المصالحه بينما تقوم قواتها بعقاب جماعي للمدنيين مضيفه انه لا يمكن ان يؤدي تواطؤ الحكومه في تعميق انقسام المجتمع العراقي الى اي نتيجه ايجابيه كما انه بتهجير هذه الاسر وتشريدها قسرا تحكم السلطات الحكوميه على افرادها بمستقبل قاتم في ظل ظروف اقتصاديه صعبه وفرص تعليم محدوده وظروف معيشيه مزريه في مخيمات باتت اقرب الى معتقلات هذا البلد الكثيره